وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: أنا أعمل وأحيانا أعمل في الطين، يبدو أنه يعمل في الزراعة يعني، فيتلطخ بالطين وأذن الأذان، وإذا ذهبت إلى البيت لتغيير ثيابي فتتني الصلاة، هل يجوز أن أصلي ملابس ملطخة بالطين؟ نقول: نعم، الطين طاهر والحمد لله، فيجوز أن تصلي بهذه الملابس، لكن نقول لك ما هو خير من ذلك، أنك تتزين للصلاة. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل موطن صلاة. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يتزين ويغتسل ويتطيب ويتعمم وهو يصلي في بيته النافلة في قيام الليل. قال: إني ألاقي ملك الملوك. يستشعرون هذا الأمر، والحديث دلت على أن الإنسان يتزين للصلاة، ولا سيما في صلاة الجمعة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع وأنصت ولم يلغو، حديث أوس بن أوس، فله بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، إلى غير ذلك من الحث على التطيب والدهان للخروج إلى صلاة الجمعة وأيضا إلى صلاة الجماعة. فنقول لك خير من ذلك أنك تجعل لك وقتا قبل دخول وقت الصلاة ب10 دقائق، بربع ساعة، تخرج من عملك جزاك الله خير وتذهب إلى بيتك وتغتسل وتتطيب وتلبس ملابسا جميلة جديدة غير ملابس المهنة، حتى لا يتأذى المصلون من هذا، من العرق ومن هذا الطين، ولا يتلطخ به المسجد. أيضا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا أو قال كراثا فلا يشهدن معنا العشاء ولا يقربن مصلانا، دلالة أنه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. فلذلك نحرص على كل هذا، فندرك الصلاة في وقتها ومع تكبيرة الإحرام ومع الصف الأول وما في ذلك من الأجور العظيمة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذين يحافظون على الصلاة ويستعينون بها صبرا وسلوانا وبركة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع أمة المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين. تم تحرير صوتي في ليلة الجمعة الزهراء الغراء التي يستحب فيها كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ل6 بقين من ربيع الأول عام 44 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.